والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا السائل، مرحبا مليون في بلانت كوستر. الحلقة الماضية سويت لعبة صغيرة بس قلت تميت أفكر نسوي لعبة صغيرة نسويها. قلت لا، بسوي مدخل كبير، بسوي مدخل. أول ما ندخل تشوف لعبة شي ضخمة قدامك، يعني تحصل لعبة حلوة وحصلتها. وانتو شفتوا وينها توا، اللي هاي بحطيها على المدخل دايركت. طبعا شوف اذا نزلتها هاي ما تنزل نفس ما انا ابا، ف مضطر شوي ارفعها. يعني مش 100% مضطر شوي، بس شوي خفيف. ايوه هني مضبوطه. هاي هني الحين الاحداث بتدور. اوكي خلاص حطيت جاهز، خلصت الحلقه. بلو برنتس دي ال سي يو دونت اون. انا كنت اتوقع عندي دي ال سي، لا ما عندي دي ال سي يا جماعه. نا غلطه تقتل، عارفين شو تقتل؟ قتلتني الغلطه هاي، وما بحذف المقطع وبخلي ما عليه عشان تشوفون الواحد يوم يغلط. واو وين يبغى هذا؟ اشوف عجيب. في شغلات حلوة الصراحة جاهزة، بنبدأ بالشغلات الجاهزة يمكن نتطور في المشاريع. هشو والله تقول لعبة صغيرونة حلوة، بس ما بلعب صغيرونة، لا أبا لعبة شوي عودة. والله أبا لعبة عودة، ما بلعب صغيرة. هشو كرانك ستارت. أوه نايس عجيب. طر شوف في شغلات جميلة عندنا. اوهوهوهوهوهو حاجة فخمة بقى قوي يعني. بس هاي هاتهم ما يستقعد سيدة السالفة. اذن شنو ذا برنسس كاسل كارت ريفرنس ميسنج يوزر اوديو فايل ما ادري شو. يا جماعه ترى كلام فاضي. زين اللي بنسويه هذا راح يكون مجرى اساسي، بنحطي الكونكت. طبعا ها اكيد بيكون زحمه، يعني انتوا اذا شفتوا اللعبه نفسها بتسوون زحمه عليها بروحكم وغير ما حد يقولكم. انا عارف هالشيء واحبكم للزحمه، صير تشوفوا لندناي بس انتوا ايش كثر زحمه. اوكي نسوي طابور. طيب اذا تبون انتو نبغى كمية ناس تتريا في الطابور، ما في ولا حد يتريا الطابور، ترى مصيبة مصيبة اذا ما حد يتريا في الطابور. والله لازم يكون عندنا 8 مش لينكث، لا لينكث 2 ويث 8. كنا على هذا الديزاين. لا 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 يا حل. قب 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 ايوه الحين عدل. الحين رياض نسوي الشارع هني. طبعا هالشارع حوله لازم بيترتب الحين، ما بخلي على حاله، بخلي شارع على حاله انا في اللعبه. ما عليه لحظة ديليت باث والباث مرة ثانية يستوي بالطريقة هاي. الحين ممكن اخف 2 4 اوصله في هذا. اتس اوكي اي دونت مايند. وهذا انزله هني، هو مرتفع شوي بس اتس اوكي يعني مش قضية كبيرة. اول شي نسويه نبغى نحن
closed open open نبغى نفتح المكان هذا. انزين عشان نختفي الممر هذا ما يصير ممر ستاندري ترى بربع تشابتر. فأنا أنصح وأؤيد إن نحن نحط بعض الإضاءة أول شيء. وين ليتنا العجيب؟ وين سالت الحلمونة؟ لازم أحفظ يبالي أسوي بريست حق شارع. تصدقون والله يبالي بريست حق شارع وأحفظ إن هالليت هذا وين صار؟ هذا؟ لا أيوه هذا الليت العجيب والله فنان الليت ترى. يبالي كراسي، يبالي الله يعزكم زبايل، يبالي دنيا، ويبالي هالأرض شوية أغير تشكيلها. هي بالي أجيب شوي النهر هني بس نحن كمدخل حوله، وأبا هني الأرض سيدة شوي تتدرج تطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق مع ديبال هاي. أتصور بيكون أحلى يعني. بس نحن محتاجين شيء بهالضخامة حاليا. إذا ما عندنا شيء بهالضخامة معنا زين. كسينري أنا شفت شيء عجبني امبارحة زين اللي هم هايل. بس شو مشكلتهم صغار؟ فشو لازم اسوي؟ لازم األف واحد من وين؟ على كيفي عرفتوا؟ هنا اللعبة اخ. بس ابا لونه مع باقي الحديقة نفس اللون، مش ضروري يكون. لحظة خلانا نسوي له روتيشن شي شوي خفيفي. اوكي اكس خلانا نعدله على الارض نسوي صح. زين هالصوب ما بيضبط. فالحين الوضعية اللي تقول لي شو سوي بالطريقة هاي هني وهني نفس الشي. بس شو داخل ليت الليت مكانه غلط بشله داخل ليت. زين الحين الصبر انا بخبركم انا ليش بسوي هالشي هذا. زين وبنشل الليت هذا من هني، هذا الليت حركة لين هني اوكي. وبحطي لي ليت ثاني هني زين. وبنسيب هذا الليت وبنيب. شو بنسوي هذا الدرب اللي منو صوب واحد ابا بس شو كراسي زين. وبجيب كراسي اللي هن بنشز دورز ودوز بنشات وينهن فاسيليتي سايز نو 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 ديكوريشن. جماعة أحد يذكرني وين كانت؟ والله أحد يذكرني وين الكراسي كانت؟ لحظة خلنا نكتب بنش بنش تقول ومش في السيناريو. في السيناريو بيكون أيوه بالضبط في السيناريو بيكون في فيهيكلز. أنا ما شفته قبل فيهيكلز هذا. على فكرة الفيهيكلز هذا شيء جديد علي انا ما كنت شايف انه بنشز هنا نباخ. عز الطلب اشوف عز الطلب والله انه عز الطلب يا جماعة والله انه عز الطلب. شيء كرسي كرسيين ثلاثة زين. وعقب بنحط تراش كانز. تراش كانز مو مضبوط حسب ما يخيسون المكان عرفتوا. اللي يقعد تقعد تشرب تاكل لو سمحت في رصاختك. وشو مش هذا هني هذا لا لا مش هذا مسخته زين مش هذا. بس شو يباله؟ يباله اللي داخل يباله. اوه هذا مره تحطيه وين حاجه كويسه قوي. حطي واحد بين الكراسي واثنين بين الكراسي الثانيات. بس لحظة هذه يبالها موف موفت موفت اوكي. حطي في الوسط شوف الحين كراسي من صوب واحد. في نقدر نحن شو نسوي نجيب نسوي له موف كامل كيونت
بس لا مو ابغى. اللي انا بسويه الحين شو هذا؟ اضيفه للبلو برنت مالي. حلو، ماي بلو برنتس. كيف نضيف بلو برنت جديد يا جماعه الخير؟ اظني مالتي سيلكشن، نسوي سيلكت حق هذا. اها دوبلكيت اشوف. ايوه ناقص ناقص. اوكي سيف سيلكشن از بلو برنت، نيو بلو برنت، كلاسيك بنش رود. اوكي بيم برازم يستر النيم يور بلو برنت هنا. هيستوري كوبي بيست، هيستوري كوبي بيست، اد تاكس. لا 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 لا، ولا هذا ولا هذا. بارك انترنس لا، هوتيل لا، سمول اتراكشن. اوكي زين، سيناري ممكن. بس اوكي كريت بلو برنت. الحين خلنا نشوف، بروح اول بلو برنت مالي هني. ها موجود. شلت الشيره وياه، بس اوكي عادي الشيره امسحها بعدين، امورها طيبه. شوف الحين اذا بحطي هذا مثلا هني، شو محتاج اسوي؟ محتاج اسيبه ادق كليك. شوفوا انا مثلا انا بي، ليش البنشز مش داخل؟ صدقوا ما سوى سلك حق البنشز، بس اي ثينك اتس اوكي. ليش؟ لان نحن بنسوي بالطريقة هاي بالشارع. اوكي وهاي مو مشكلة. تعرفون شو بسوي؟ بي هني بدق مالتي سلكشن واختار هاي دوبلكيت. اوف تنح يعني. زين بناخذ لنا واحد اثنين واحد اثنين، نمسح هذا نمسح هذا بعد. استوي عندنا ممر شو اميزنج. لحظة هذا اللي داخل تريت. زين استوي عندنا ممر طويل جميل. شوفوا هذا اول ممر لنا يعني. هذا ليش نحن زحمة زحمة يا حبيبي زحمة. زين خلينا نحط لهم موظفين. لحظة بنحط واحد مصلحتي، هي مصلحتي قلت. ايوه 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 بنحط لهم واحد سكيورتي، نحط لهم فندر، بنحط فندرز الحين. زين نحط لهم جانيتر، جانيتر فراش يعني منظف. نحط لهم هذا الخرصان كابتن نامق، نحط لهم وبنحط مش رايز، بنحط شوبز اند فاسيليتيز. ابى اسوي لان المكان هني محتل عند الناس شيء حلو. بنحط لهم محل برجر. زين زين نحط لهم محل برجر هني هني، نسوي محل برجر. اوكي جنب محل البرجر بنحط مش كومك، لا انرجي درينك. جنب الانرجي درينك بنحط عصير، بنحط جيفت شوب. هات سمارت بلاستيك. زين وبنحط مش انفورميشن، بنحط اي تي ام داخل. اشوف مساحة الاي تي ام، لا لا تخرب الدنيا. اي تي ام خلاص بخليك انت بروحك هني على السحب. ليش ما احط الاي تي ام هني داخل هني وهني؟ عقب بسوي لهم شو السحب فلوس. عندنا مكان فرست ايد ونبى حمامات الله يعزكم. زين بارك انترنس. اوكي نقدر نسوي بارك انترنس صغيرة. هوتيل اوه في عندي فنادق. دي حاجة جديدة بقى يعني. ستاف روم
اوكي وبنحطي لكشري هوتيل روم، لا بنحطي ستاندرد العادي هوتيل روم. ما في باب، ما في باب يعني شو اسوي له؟ المهم وهذا بنحطيه للدرن. مع الوقت ترى انا قاعد استكشف، وهذا عارفين الشغلة انتو خلاص، ان انا استكشف الالعاب معاكم، خلاص انا العب معاكم، استكشافي معاكم، كل حاجة معاكم بقى يعني بلا مؤاخذة، يعني كل حاجة معاكم. زين خلنا نحطي له جدار. جاء هات تلبيس، هذا تقول كفر ايفون يا حبيبي. زين ممكن احطي له تلبيس بعد صح، بس هذا ممر مش مال، هذا مال يكون ممر يعني. زين انا بحطي له جدران. اول شيء نحطي شوب ويندوز. زين نحط شوب ويندوز داخل هذا، لا هذا باب بعسكم، هذا حمام ما نبي نسده. اوكي بس هذا وي كان دو، وهذا وي هاف تو بوت ارك ارك. زين وهايل بنحط لهم ويندوز 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 اند ارك اجين، بنحط لهم شو تلبيسات، احطي لهم احطي لهم بش اللي هذا عقب تلبيس، مو بحلو التلبيس، مو بحلو، ما يا ابني ما ينفع التلبيس هذا، التلبيس هذا غش تجاري هالتلبيس. انزين حطي لهم يدران. اوكي شوفوا الجدران اللي نحطيها لهم كامل، هاي مجموعة محلات في مكان واحد ترى يعني جيج. ثفت ريبورتد، انا حاط سكيورتي، انا دايما عندي مشكلة الثفت ريبورتد هاي، حد يعرف شو هالمشكلة وشو حلها؟ ابى اشوف تحت في الكومنت حطوا لي يعني وين حل المشكلة هاي، لان كان عندي مرة فترة معاناة من الناحية هاي، فابى اعرف شو المشكلة كيف يحل الموضوع يعني. حط كاميرات، حط ايش، حطيت وايد شغلات بعدها ما فاد، ما اعرف ليش. ف تسوون خير لو تخبروني بس لحظة لبرع شوي ولا شيء مكانه غلط. لا اوكي مكانه، تقولون ساندويتش ايس كريم، ايس كريم ساندويتش عرفتوه هذا اللي في الدكان. ايوه اخلي الممر مفتوح يبين من فوق ولا اسحب عليه؟ والله اختيارا صعب الصراحة، مش عارف شو اخليه، خليه مفتوح ولا احطي له شيء. انا ممكن احطي له سقف اصلا فوق الحين بعد، شيء شغلات حلوة يعني، في شغلات حلوة هني وايد. لكن لحظة لحظة، اذا بسوي كذي زين، هاي هني صبر، بتقولوا لي شو السالفة صح؟ بس لا والله انا احس انه فكرة ممتازة، يكون مرتفع شوي. لحظة اعطي واحد هني، واحد هني، واحد هني، واحد هني، ونحط ليتات داخل. صبر حمي حطي انارة داخل، لازم انارة مايلة. شوف الفكرة هنا، هني تنقع الفكرة خلاص، مخي تنح هذا، لازم الواحد يسوي اللي بمخه. زين الحين اذا بنسوي انارة هني، زين انارة هني، هل بينور المكان كامل؟ هو عمليا لو تسوي شيء نفسه ترى يحرق السقف، بس هني السقف ما يحترق عندنا ميزة. شو رايكم شكل المكان؟ والله خطير يا جماعة الخير، خطير. انزين دن اوكي سيف از بلو برنت. انزين
شوب كولكشن 1. شوف قاعد اسوي شغلات لعيونكم بس. التاجز اوكي خلاص هو دش بروح التاجز. بس هذا المالتي سلكشن هذا بكبره موف. لا 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 اتشل هذاك وياك لو سمحت تخيلك. لا تنح وياي لا تنح وياي. انزين موف شو شالوا يا هذا شالوا يا. اوكي هاي ليش قايم وياه؟ شوف الحين هل بيضبط ولا ما بيضبط؟ هذا الله اعلم. لكن هاي ليش يبقى معي؟ لحظة هاي ليش يبقى معي؟ كيف ابي هذا؟ بعدين. زين. These guys need to have a road والله. ما ينفع الوضع كذي. باث بنمسح الباث اللي في الوسط بنسوي باث جديد مرة ازرق ازرق. تعرف شو ازرق؟ زين تعال 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 لحظة باث نبغى القياسات length width لحظة يستوي بالطريقة هاي؟ والله حلو ذا يستوي بالطريقة هاي. وبستركتد ها؟ طبيعة الحال يبالي شوي تعديلات دايما. طبيعة الحال. فشو لازم اسوي؟ اصلا المفروض اجيب هذا هني. خلنا امسح هاي. انت وينيت؟ زين نسوي بالطريقة هاي لين منو لين هذا. افا انا ما حسبت حسبها شيء صدقون. تعالوا داخل. ادري ادري ما عندكم شغل عارف توكم طاقة. خلوني اتفاهم مع الوضع التعبان اللي هني. زين شوف شوبس نايس and we have working shops. بس مع شوية تويكس طبعا. خلنا نمسح هذا الوسخ. زين نمسح هذا من هني. استوى عن الدكاكين دوكان. تبي شكل الدكان مش غلط ابدا. ما multiple shops do not have a vendor. كيف نسوي vendor يبا؟ زين بس شوفوا شكليا كلهم متوصلين. بس يبغى اسوي سوق اوسع منه. انا الحين هالسوق حلو وجوده بس يبغى سوق اوسع. الحين الناس تقدر تشارك تقدر تسوي شيء. انا اتوقع وقت الحلقه بعد وايد خلصت ترى. بخلي الباقي للحلقه الجايه. زين بسال الحلقه الجايه. فبيكون في وايد من هالثيم وهاللون وهاللون ترى الحديقه. خاصه الحين بسوي شوي تضاريس في المكان. بس مش عيب اني شيء انا بسيناري. وبسوي الحلقه يعني الحلقه خلاص. نشوفكم في الحلقه القادمه على خير ان شاء الله. لا تنسوا تقولون لايك سبسكرايب وشير. مشكورين جميعا على الدعم. السلام عليكم ورحمه الله.